سمحت. لو سمحت حضرتك ممرض ما هيك؟ سمعتك جوا انك عم تدور على شغل لقيت؟ لا والله يا استاذ ما لقيت. بصراحة الماما تعبانة شوي وبحاجة انك اليوم تاخذ ابرة، وانا كنت عم فكر انه ممرض يجي كم ساعة يقعد معها بالليل. بتقدر؟ ايه طبعا بقدر، جاهز. طيب تفضل. ست الوالدة. أخي ببساطة نحن أصحاب مزاج عالي وكيف، بس أحيانا يجوا شوية شباب جداد ما بيعرفوا يضربوا إبر، وهي شغلتك. على كل إبرة 500، وبالميتة بالليلة في 10 إبر، يعني سنة زمان بتصير ملك. طيب وإذا قلت لك بدي 1000 مو 500؟ يا لطيف شو طماع، ما في غير 500. خلاص ولا اسمعوا لا، اذا بيجي بصير على اليسار هون قسما بلا ما بحكي. وين بيكون يعني حفيد انها مدبر على شغل ما لقيت؟ سكرت البواب كلها بوشي، شو ساوي؟ شو ساوي يا الله؟ ايه حبيبي شو بنا؟ الا ما عم يفرجها. شو كأنك كنتي برا؟ وين كنتي حبيبي؟ كنت عم ندور على شغل لإلي. شو؟ انا لساتني واقف على رجلي ما تكرسحت. بعيد الشر عنك رأفت، شبك ليش هيك عم تحكي؟ بعدين شو فيها يعني اذا انا اشتغلت وساعدتك؟ كل نسوان الارض بتساعد رجاله وقت الزنقات. ايه مو اذا الرجال قاعد بلا شغل مرته عم تفعل حتى تجيب له اللقمه، هي شغلته هو. رأفت حبيبي كرمالي يا عمري لا تكبر القصه، بعدين انت متعلم ومثقف وبتفهم. اسمعي زهرة، اذا مالك مرتاحه بالعيشه فيكي تروحي على بيت اهلي. اوعك تعيد هي الكلمه مره ثانيه، اوعك. بحبك انا، بحبك انا، ما بقدر اعيش بدونك رأفت، ما بقدر. اسمعي زهرة، نحن من اول ما تجوزنا انا معيشك بالتعتير والفقر، حبه لنا ما بيلبق لنا. بلا بلا، الحب بيلبق لنا، بيلبق لنا لاني بحبك، بيلبق لنا الحب كثير لاني بموت عليك. أنا بحبك مثل ما أنت، بحبك بفقرك وبتعتيرك، بحبك بطولك وبعرضك، بحبك مثل ما أنت، ما بدي منك شيء لأني بموت عليك، بموت على الأرض اللي بتمشي عليها، البلاطة اللي تحت رجليك بموت عليها بس لأنك واقف عليها. رفت أنت كل شيء بحياتي، كل شيء، أنت النجمة، النجمة اللي بتطلع عليها كل يوم بالليل من الشباك قبل ما انام. انت ضو الصبح يا رأفت، انت ضو الصبح اللي بتصبح فيه كل يوم اول ما بصحى. بهون عليك ارجع على بيت اهلي وعيش بلا ضو، بهون عليك عيش بلا ضو. Thank you.
ارزاك يا ابو لودي. خلاص مرادو. يا سعد صباحك زهور. تمام تمام انت كيفك؟ تمام الحمد لله. تسلمي لي. بس امبارح هيك انشغل بالي عليك كل الليل هيك تركت لحالك شفت شيء؟ لا حبيبي من شو بدي خاف؟ الدنيا امان. وبعدين دخيلك بتحسب حالي عندك مناوبه بشي مستشفى بالليل. تسلمي لي. انا ما شربت قهوه. تشرب معي قهوه ولا حط لك تفطر؟ لا لا باخذ قهوه. خذها تقولي لي الليل لو نزلت بدك توزيع امبارح. الله يعافيك. الله يعافيك. قولي لي يا زهره. يلا دقيقتين. زهره؟ نعم حبيبي. خذي هي كذا هي اجرتي. جيب فيها هيك شوية تحفظات وحليب للفرح يمكن ما بتكفي. لا تقبرني بتكفي. شو ما تكفي الله يرزقك ولا يضيع لك تعب يا رب. حبيبي زي الفرح مبارح بالليل شو قالت؟ نادت لك قالت بابا مليتك تسمعها يا رأفت تقبر قلبي شو كانت طالعة حلوة معه. كيفك انت وعدنان بالشغل؟ ان شاء الله مرتاح كنت؟ تمام عدنان كثير شبه منيح كثير. تعرفي زهرة عم فكر هيك انه لازم لاقي شغل ثاني. 3000 ليرة بالشهر اي والله ما بتطلع في قطة مو؟ الله يرزقك ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلم هالايدين. تسلم لي معافى ان شاء الله. حاسك عم تحسن مو هيك عمي ابراهيم؟ هذا كله بفضل رب العالمين وبفضلك. لا الله يسامحك لا تقول هيك بزعل منك. امبارح رحت لعند الدكتور حتى يشوفني وبصراحه هذا الدكتور قلبه لله وبيعزني. حكيت له عنك. قام قال لي في رجل مسن وبحاجة لممرض وأهله كتير مقتدرين بإذن الله رح يدفعوا لك منيح. عميم مين هو هذا الزلمة وين ملاقيه؟ هي اسمه وهي عنوانه. الله يعزك يا إبراهيم. الله يعزك. أنا رايح أشوفه فورا. روح الله معك. السلام عليكم. روح الله يفتح بوشك يا رب.